خليني دلوقتي أروح معاكم إلى الشأن الاقتصادي اللي كلنا بنتابعه تقريبا مع العالم. النهاردة البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن زيادة سعر الفايدة 50 نقطة، يعني 50 نقطة، وطبعا بتصل إلى 425، يعني 4.25% أو 4.5%. وتوقع الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة 75 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية 2023. الحقيقة زي ما أنتم عارفين أنه دي يمكن الزيادة الرابعة للفيدرالي الأمريكي، وطبعا هذا القرار يمكن خلى أيضا في أوروبا أربع بنوك مركزية كمان بتشتغل وبنوك خليجية رفع أسعار الفايدة في الإمارات. دي بالنسبة للخليج أربع بنوك: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، وطبعا نتيجة هذا الرفع من الفيدرالي الأمريكي. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. دكتور أحمد شوقي المحلل الاقتصادي والخبير المصرفي، مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور يا فندم. يعني النهاردة يعني كان متوقع هذا الرفع، فبرضو كلمنا على هذا الرفع، ويبدو أنه خلاص أصبح رفع بالتوازي، يعني أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بالرفع، فبالتالي هناك بنوك مركزية كثيرة ومنطقة الخليج النهاردة أربع بنوك قامت أيضا برفع سعر الفايدة. هو طبعا يا فندم عايزين بس نوضح نقطة مهمة، أن الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي كان فيه 8 اجتماعات، 7 اجتماعات منهم رفع فيهم الفايدة. كانت الفايدة 0.25% في يناير، وصلت ل 4.5%، يعني زودوا الفايدة كم مرة؟ بنسبة 4.25% طول السنة. طيب تمام. كان الهدف الرئيسي يا فندم من وراء رفع الفايدة طبقا لما أعلنه الفيدرالي الأمريكي أن هو بيخفض معدلات التضخم أو بيحتويها عشان ما تزيدش. بس هنا لازم نتكلم في رقمين تحديدا. هي الفايدة هنا زادت زي ما قلنا في البداية 4.25. طيب التضخم كان كام في آخر 2021؟ كان 7%، ده في أمريكا. تمام. طيب النهاردة بعد كل المحاولات اللي بيعملوها ورفعوا 4.25%، وصل لكام التضخم؟ 7.1. يعني من آخر السنة اللي فاتت لغاية السنة دي تقريبا، يعني هو حافظوا على نفس الرقم. صحيح. طيب. وبالتالي لما انا هاجي انا كمحلل ابص للي بيحصل من الفيدرالي الامريكي، انت بتحتوي معدلات التضخم، لازم ناكد طبعا ان التضخم ارتفع في منتصف العام الحالي في يونيو، وصل ل 9.1%، ورجع ل 7.1، بس انا بقارن سنه قصاد سنه. صح. انت هنا كام والسنه اللي فاتت كام؟ فبالتالي انت هنا معدل التضخم من نهايه العام الماضي هو نفس معدل التضخم تقريبا مع زياده 1 من 10، فبالتالي انت هنا ما قللتش معدلات التضخم. ده نمره واحد. يبقى كده الهدف المعلن انا شايف كده ان هو ما اتحققش، وده بالارقام المعلنه. يعني هنا دكتور احمد انت هنا بتؤكد بانه هذه الزياده لم تؤدي بنتائج مفيده، يعني دي حقيقه. ودليل على كده يا فندم نقطه ثانيه مهمه لازم ناكد عليها. الامم المتحده نفسها طلبت الفيدرالي الامريكي والبنوك المركزيه في 3 اكتوبر 2022 بوقف نزيف رفع الفايده لتهديدها للعالم بحدوث حاله من الانكماش. صحيح. انكماش يعني انخفاض معدلات نمو، ده في ظل طبعا ارتفاع اسعار العالميه اللي احنا بنشهده. صحيح. من في خلال طبعا المواد الاساسيه والبتروليه وخلافه، وبالتالي احنا هنا مع رفع اسعار الفايده المقصود او اللي احنا شايفينه انت مش بتحتوي التضخم بهدف او بشكل مباشر، لا ده بشكل غير مباشر، انما هو الهدف الرئيسي هنا هو جذب المزيد من الاستثمارات نحو الدولار الامريكي في ظل الازمه العالميه اللي العالم بيمر بيها. يعني هنا حضرتك بتقولي ان هو وكانه يدير نظاما لوحده لمصلحته. دي حقيقه يا فندم، لازم نؤكد على هذه النقطه. لازم نؤكد على النقطه دي، لان هنا انت بتستقطب كل الاستثمارات غير المباشره تحديدا للاقتصاد. صحيح. الامريكي، وبالتالي هنا الاقتصاديات الاخرى على راسها الاقتصاديات الناشئه او الناميه تحديدا طبعا بتقابلها مشكله اكبر في هذه الطريقه في رفع معدلات الفايده. ليه؟ لان في الاقتصاديات كتير شفنا الاقتصاديات الخليجيه. صحيح. كلها رفعت الفايده بالتوازي. صحيح. النهارده اربع بنوك رفعوا بالتوازي، وفي اوروبا برضه البنك المركزي الاوروبي رفع الفايده. وكمان المركزي الاوروبي قال ان ما هو كمان دكتور احمد البنوك الاربعه اللي رفعت هي بنوك ايضا لدول تصدر البترول، فهي مضطريه تشتغل بنفس التوازي مع الفيدرالي.
طيب احنا عموما يعني هذا الشأن يبدو اننا سنظل نتابعه، وزي ما حضرتك قلت يعني لو الناس رأت هذا يعني صورة التضخم في طبعا في الاقتصاد الامريكي لم يزد، فاذا هذه الزيادات زي ما انت قلت هي لصالح الشأن الامريكي بشكل كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي المحلل الاقتصادي والخبير المصرفي. العالم الحقيقة يعني لو قعدنا كده نبص، لأن كلنا بقينا متفقين إنه هي دائرة واحدة وكلنا بنلف في نفس الدائرة، يعني طول الوقت إحنا بنلف في دائرة واحدة، وعلشان كده المراقبين للشأن العالمي والناس اللي بتقعد تقلق بشكل محلي، أنت برضو لازم تبص على الشأن العالمي لأنه بيأثر فيك. يعني أنت بتتعامل مع الشأن العالمي بشكل كبير، بتشوف إيه اللي بيحصل، وأكيد الأسواق الناشئة والدول الناشئة ومنها مثلا زي مصر الاقتصادات، يعني أي اقتصاديات ناشئة الحقيقة هي أكتر اقتصاديات بتتعب في ظل هذه المنظومة اللي حضراتكم شايفينها.